السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من الملخص الأسبوعي لأخبار دي سي. وكالعادة قبل ما نبدأ حلقتنا، ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا على أول خبر معانا، وهو خبر عن سوبرمان. عرفنا طبعا من جيمس جون إن الكاستينج بتاع سوبرمان انتهى، وطبعا احنا عارفين إن شخصية مارثا وجونسون كينت لسه ما اتعمل لهمش كاستينج، أو ممكن إن هما يكون اتعمل لهم كاستينج احنا مش عارفين او ما تمش الاعلان عن ده. لكن اللي احنا عرفناه ان خلاص الكاستنج كده بشكل كامل خلص لكل الادوار اللي هي متحدثة او اللي هي لها حوارات في الفيلم. فاتمنى ان جونسون ومارثا يكونوا موجودين في الفيلم، ما يكونوش ميتين مثلا، او ان هما ما يبقوش موجودين في الفيلم خالص، لان الاثنين دول بيمثلوا جزء مهم جدا في شخصية كلارك كنت. فحتة عدم وجودهم ديت يعني ممكن تقلل شوية من الشخصية. وبما ان الفيلم هيبقى الشغل كله في وسمول فيل ممكن ما نشوفهاش كتير، وكمان ما فيش اي مشاهد فلاش باك مثلا هتبقى خاصة بالأورجين ستوري بتاعت سوبرمان، فممكن نقول ان منطقي ان احنا ما نشوفش جونسون ولا مارثا. بس اتمنى بصراحة ان هم يكونوا موجودين، ولو حتى هيظهروا بدور صغير ويبقى في حاجة لها علاقة بسمول فيل تظهر يعني. تاني خبر معانا هو ان كان في اشاعة بتقول ان الممثل كوري هوكنز انضم للكاست بتاع وولر، ولكن طبعا جيمس جون طلع على طول ونفى الاشاعة دي، وقال اصلا ان السكريبت لسه مخلصش، فمن البديهي ان الكاستنج ما يتعملش اساسا. لو احنا شفنا مسلسل وولر مش هيبقى اصلا في ممثلين كتير يعني جداد عن اللي احنا شفناهم في مسلسل بيس ميكر او سوسايد سكواد، ممكن نلاقي مثلا كام شخصية جديدة وخلاص، والمسلسل لسه قدامه يعني شوية عقبال ما يتعمل، فما اعتقدش ان هم هيشتغلوا عليه من دلوقتي يعني والكاستنج يكون خلص. ولكن الصراحة انا كنت اتمنى ان المسلسل ده ينزل على بداية 2025 قبل فيلم سوبرمان، لانه كان نوعا ما يمهد للناس شوية الشكل بتاع العالم الخاص بالدي سي يو الجديد. تالت خبر معانا هو عن فيلم ذا باتمان الجزء الثاني، واللي احنا عرفنا ان بداية التصوير بتاعته هتبدأ في شهر 4 من السنة اللي جاية. يعني الفيلم ما تلغاش ولا حاجة زي ما كان في بعض الاخوة الاعزاء بيقولوا الكلمة ديت، وبيقولوا ان جيمس جان عايز يلغي العالم ده. طبعا احنا قلنا قبل كده يا جماعة هي مش فكرة الدفاع عن جيمس جان ولا حاجة، انا اصلا ما يهمنيش جيمس جان ولا يهمني حد اصلا في شركة وورنر ديسكفري، بس هي الفكرة ان احنا لازم نكون منطقيين شوية في انتقادنا لاي حاجة. مش معنى ان احنا ما بنحبش الحاجه ديت ان احنا نقعد نهبد وخلاص ونقول اي حاجه. احنا قلنا قبل كده ان جيمس جان هو مسؤول عن النواحي الابداعيه فقط، ما عندوش الصلاحيات ان هو يلغي او ياجل اي حاجه، خصوصا لو كانت بره الدي سي يو. الوحيد اللي عنده القدره دي هو ديفيد زازلا والاداره بتاعه شركه وورنر ديسكفري، فاي حاجه لها علاقه بالنواحي التجاريه جيمس جان ملوش دعوه بيها. وفكره ان الفيلم يتاجل عشان السكريبت لسه ما خلصش وان انت تاخد وقتك فيه، دي حاجه في مصلحه الفيلم. يعني انا مش فاهم الناس عايزه الفيلم يتكروت وخلاص وينزل لك في 2025 ويبقى في مشاكل وري شوتس وحاجات من دي، اكيد لا يعني. لكن لما ينزل في الميعاد بتاعه اللي هو في شهر 10 2026، وانت لما تبدا مثلا في شهر 4 من 2025، التصوير للافلام اللي من النوع دي بتبقى مثلا ممكن يعني تاخد سنه بالكتير قوي، يعني هتكون مخلص قبل الفيلم بحوالي 4 5 شهور. فانا بقول لك الفيلم بتاع باتمان الجزء الثاني ده هيبقى اقوى بكتير جدا من ناحيه الجوده بتاعته، سواء في السكريبت او في شكل الشخصيات او حتى في النواحي الانتاجية عن الجزء الاول. فكل ده في مصلحة الفيلم ومصلحة العالم السينمائي بتاع مات ريفز. كنا برضو شفنا كلام عن ان في مفاوضات مع بويد هولبروك للعب دور هارفي دينت في الجزء الثاني، واتمنى برضو ان الكلام ده يبقى صحيح. الممثل كويس جدا هيليق على الدور، وهارفي دينت وجوده هيبقى مميز قوي، خصوصا ان هو ملائم جدا لطبيعة العالم بتاع مات ريفز والعالم بتاع التحقيقات والجرائم والحاجات دي. فانا بالنسبه لي افضل ان هو يبقى موجود، حتى لو مش هيظهر بدور تو فيس. يعني ممكن تو فيس ده يبقى في الجزء الثالث مثلا، او لو هتعمل حاجه مشتقه من العالم ده زي ان انت تعمل مسلسل ولا حاجه، لكن ممكن ان انت تطلعه مثلا كصديق، او ان هو يكون بيشتغل مع باتمان في التحقيقات والحاجات دي، هيبقى برضو اضافه قويه جدا. شخصيه هارفي دينت مميزه قوي، سواء هارفي دينت او تو فيس، شخصيه معقده جدا، واتمنى ان هي تبقى موجوده بصراحه في الجزء الثاني. طبعا
اخر حاجه معانا، وهو ان من الاسبوع اللي فات قلت ان التريلر بتاع ذا بينجوين خلاص خلص، واحتمال ينزلوه على بدايه شهر 4 على طول بعدها بثلاث ايام او اربع ايام لان نزل. وهو طبعا مش تريلر، هو تيزر تريلر، فكان مدته قصيره جدا، بس بالرغم ان مدته قصيره كان صراحه جامد قوي وعاجبني قوي الفايب والتون بتاعه. طبعا التريلر دوت ما فيهوش حاجه قوي نتكلم عنها غير ان احنا شفنا شخصيات زي البرتو وكمان صوفيا فالكون، وشفنا سالما روني، وشفنا ان المسلسل هيبقى فيه عنف ودمويه كبيره جدا، وكمان اصلا كلام كولين فارل اللي هو قال ان المسلسل هيبقى دارك جدا وهيبقى عنيف قوي، ودي حاجه مناسبه قوي للشكل ده. عجبني برضو ان هم هيحطوا ذا بينجوين هيمسك السيجار بتاعه، دي حاجه بتضيف قوي للشخصيه يعني بتخليها قويه كده. معرفش ما شالوا العنصر ده ليه من شخصيه ذا بينجوين في فيلم ذا باتمان، لكن هتفرق جامد جدا باعتبار ان هو كينج بين الجديد لعالم جوثم، فبالتالي هتفرق في قوه الشخصيه بتاعته. والمسلسل ده طبعا كان لازم يبقى ار ريتد، كنت هتضايق جدا لو كان بيجي 13، لان ما ينفعش مسلسل زي ده ما يبقاش فيه دمويه وعنف، انت بتتكلم عن عصابات وعالم مظلم جدا ومن غير باتمان، فطبيعي ان يبقى فيه دمويه وعنف. لكن لو حاجه الباتمان بتنزل في السينما اكيد مش هبقى عايزها تبقى ار ريتد، لان ده هيقلل من الايرادات بتاعته بشكل كبير. يعني فيلم ذا باتمان ده لو كان ار ريتد الناس اللي هي كانت عايزاه يبقى ار ريتد، ده فيلم 3 ساعات يا جماعه، لو كان نزل ار ريتد 770 مليون ايراداته اللي جابها في البوكس اوفيس كانت ممكن تنزل 200 مليون عن الرقم ده، يعني كان يبقى جاب 500 وشويه. فليه تخسر فلوس في كم مشهد هيبقى مشهد دموي ولا حاجه ملوش اي قيمه او مش هيفرق قوي في الفيلم؟ انا بالنسبه لي ما تاثرتش قوي بعدم وجود دم او عنف مبالغ فيه في الجزء الاول، لكن لازم تحط ده في مسلسل معمول ذا بينجوين وهينزل على منصه، هيضيف جامد جدا للمسلسل. وطبعا لما ينزل التريلر بقى الكامل هنبتدي نعمل له تحليل علشان نشوف ازاي هيتربط كمان بفيلم ذا باتمان الجزء الثاني، وايه هي الايستر ايجز اللي هتبقى موجوده فيه، وطبيعه الحبكه بتاعته هتبقى عامله ازاي. بس كده، دي كانت كل حاجه في حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. سلام.